الكهرباء تغيرت الحياه، انه مش انه قبل 100 سنه نحن حنجيب الكهرباء غصب عن كل العالم، حنعمل مولدات مش مولدات بيروت، حنعمل مولد كثير بيروت، حنعمل باور بلانت. اذا ما قبلوا معنا الدوله حننزل الشعب على الشارع لانه بدنا نضوي بيروت غصب عنهم، ما يفكروا انه حيقدروا يوقفونا، نحن محلهم ما خلونا حنعملهم غصب عنهم، الثوره بدها تمشي معنا لنضوي بيروت، بنرجع وجه المشرق لبيروت وللبنان، نحن عندنا جامعة الأمريكية، عنا الهيجازيان، عنا المقاصد، عنا الليسيات، كل هدول عنا الأيوبية، عن كل هول المستشفيات، ما حننسى الانفجار. لبنان تعرض لانفجارين ما عرفنا الحقيقه، انفجار رفيق الحريري الله يرحمه الشيخ، انه زلزال لبيروت، انفجار 4 آب، اليوم عايشيننا نحن بعدنا ب5 آب 2020، نحن ب5 آب 2020 بعد ما عملونا شيء. شوفي شوارع بيروت كيف معموله، كيف مش معقوله قاعدين يتفرجوا، هول كلهم بدهم ينقبعوا. بالاكيد نحن عم نقول بالفوت تبعنا وبالتصويت تبعنا. يعني هذا الاندفاع وهذا العنفوان اللي عم تحكي فيه هو من وين؟ هل هو من الشارع يلي عم تروح عليه؟ يعني هل عم تلمسوا هذا الشيء عند أكيد الناس؟ اكيد 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 اكيد. هيك عم بحكيهم للنساء وقتها، 5 كانوا عم يبكوا لانه اولادهم مش موجودين هون، عندهم اولادهم شهداء، بتحكيهم حقيقه، بس تقولي الحقيقه كل العالم بتدمع عيونها، ما فينا نحكي الا الحقيقه، الحقيقه هي مزبوط تجرح وبتاذي بخمنه، لا حقيقه هي اللي بتبلسم الجروح، حقيقه اللي بتوقف وطن على اجريها، الحقيقه هي مطلقه، حقيقه هي لبنان ابدا، لبنان الوطن اللي بدي اقول لك شغلي، انا جيل الاول وعملت جنرال بالجيش، ما هيك؟ انه باي وطن بالعالم واحد بيقدر يوصل بالجيل الاول يكون انه يعمل ظابط بالجيش، لاندز اوف اوبورتيونيتي بيقولوا عن امريكا، هون كمان لاندز اوف اوبورتيونيتي. باحترام بقول لكل اللبنانيين، باحترام بقول لكل اللبنانيين خاصة للأمهات، احكون لأولادكم مشان يصوتوا. سلام لك. نحن كنا عم نحكي عن استراتيجية دفاعية، بعتذر كنت عم تقلي أنه في سياسة الدفاع ما بيطلعوا فيها، بيطلعوا بالسياسة الاستراتيجية الدفاعية. اليوم حضرتك عميد بالجيش، شو السبيل للوصول لاستراتيجية دفاعية؟ أوكي. وهل يمكن للبنان يوصل لاستراتيجية دفاعية بظل الموازين القوى الحالية؟ أوكي، حنقول شغلة هلأ. القصة قبل دخول روسيا إلى أوكرانيا شيء، وبعد دخول إلى كل شيء، لأنه خلص قانون الدولي أنه فينا نقول أنه صار بمهب الريح، لأنه مجلس الأمن والأعضاء الخمسة فيهم هن مسؤوليتهم أنه يعملوا أمن وسلم دولية، ما هيك؟ أنه أوكي هلأ هون. بس فينا نقول شغلة، رغم كل شيء، رغم كل شيء، نعم، لنعمل استراتيجية دفاعية، بس قبل ما نكتب سياسة وطنية للأمن والدفاع هيني كتير، هي انه ثقة بين اللبنانيين. لننبت ثقة بين اللبنانيين اول شيء بدنا يكون عندها شيء اسمه كتاب تربية وطنية، وهي الدروس بينعطى بكتاب التربية الوطنية بكل مدارس بواسطة اساتذة يعينون من قبل الدولة اللبنانية. يعني حتى لو انا عندي مدرسة خاصة وعم بعلم اشياء، اكيد بده التلميذ بده يسمع كمان انه في شيء اسمه وطن، مش انه نسكر عليها بس نسمعه اللي بدنا اياه، لانه بدون كتاب تنشئه وطنيه ما ممكن نربي اجيال. نحن نحن حنعمل من صف بالافكار تبعنا 13 سنه وطلوع، حنقدر نعمل بالمدارس تبعنا شيء اسمه نوع من خدمه علم، بس خدمه علم مش سلاح، بس خدمه العلم هو خدمه المدنيه، يعني انه نربي اجيال، لانه بهالتربيه الاجيال كل كم سنه وكتاب التنشئة الوطنية والتاريخ الموحد بيقولوا انه التاريخ الموحد مهم، بس التنشئة الوطنية اهم بكثير من كتاب التاريخ الموحد. وخدمة العلم اذا بس نبلش يشوفوا انه بالمدارس صرنا عم نتعاطى مع الاورجنايزيشنز اللي حوالينا، مع البلديات، مع 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 كل المؤسسات اللي بتهتم بالمنطقة، بعتقد انه حيكون عندنا جيل جديد اللي عم بيطلع. هالجيل الجديد بده يفكر غير ما نحن عم نفكر. اليوم نحن، اليوم نحن اكيد اسرائيل العدوة، مثل ما شفنا انه كيف روسيا فاتت على اوكرانيا
بدون ما تسأل، ممكن هي تفوت كمان لهون كمان على لبنان. إذا نحن ما طورنا قدرات الجيش اللبناني، عملنا لها دفاع جوي مثل خلق من مصرياتنا من عرق جبيننا، ما دربنا، ما عملنا جيش بيقدر يخوض هالمعارك كذا، ولا واحد ولا واحد ممكن يقبل أنه يكون عنا استراتيجية دفاع إلا ما هو بده يتميز فيه. أنا بقول تنظيم الاستراتيجية الدفاعية بتبلش من المهد لتوصلي للكمال. أكيد بياخد معنا وقت، بدنا تسلح، بدنا قدرات جديدة، وبدنا وعي سياسي، ويقبلوا السياسيين أنه الجيش اللبناني هو المخول الوحيد زائد قوات المسلحة يدافعوا عن أرض الوطن. لقلك مثلا اللي بيتحججوا بجنوب مثلا أنهم واقفين بجيش ضد العدو الإسرائيلي، في واحد كمان يقعد بجون يقول أنا مثلا أنه أنا كمان بتحجج أنه ممكن يعملوا عملية إنزال الإسرائيليين بجوني أو كذا. لا، الفكرة الأساسية هي أنه أنا بعتقد نحن عنا جيش واحد، هذا الجيش هو مسؤول عن إدارة المعارك، دفاعاً عن لبنان، دفاعاً عن كل المواطن اللبناني وعن ثروتنا اللي موجود بالبطن الأرض وعن تراثنا كمان. أنا هيك بفكر، وهيني كتير. إذا ما بتحطي مصاري، إذا بدك ضلك تشحدي لتتسلحي، أكيد ما حيكونوا عندك لا جيش قوي بيقدر يدفع عنا، ولا حتقدر تعمل استراتيجية دفاعية. بس اليوم أنه في كلام عن أنه كيف بدنا نوصل نعمل استراتيجية دفاعية، انه اذا كل يعني اسلحنا عم ناخده من الامريكان يعني، وبالتالي اليوم حكما رح يكون في قرار مش حر تماما للجيش اللبناني لانه هو مرتبط بالسلاح الامريكي. هلا هذا حديث، ليش انت عم تدفعي مصاري انه عم تاخذيهم سلاحهم مثلا، اما هبات عم بيجوا، هي هبات هول. انا عم بقول لك سلاح موجود وين ما كان بالكون، معك مصاري تشتري، تعملي سياسي لقلك بتجيب سلاحك. وانا بعتقد انه بس انه لبنان معه مصاري يشتري سلاح كان عندنا مزبوط شو ما هلا بنقول له ما عندنا بنوقف، يعني انه انسرق 100 مليار، اذا رجعنا اموال منهوبه 3 مليارات منهم بيعمل لك الجيش 20-30. عرفتي بانه الجيش اللبناني اشتغل على الموضوع، ما كان فيه بس السعوديه اذا بتتذكري، والفرنسيين بلشوا بالتصنيع، بس الامور ما مش انه ما بنجهلها، الامور سياسيه تماما يعني انه بدها تفوت بالزواريب السياسيه، وبدها تفوت بانه بصير الجيش حسب من وين سلاح وين عم يصنع سلاح، وبصير مرتهن لقرار سياسي معين. انه هذا الكلام، هذا الحديث، هذا انه انت برايك انه وقت ما بيكون عندنا حكومه وطنيه منبثق من الفوتينج اللي هو حر، وهالحكومه اللي هي عم تعمل تخطيط لسياسي، لانه تقلك شغله ما بعرف اذا قلتها بس برجع بقلك، بوليتكس اول وور از ا كونتينيوشن اوف بوليتكس ويذ اذر مينز، يعني انه تكمله لبعض بين الحرب والسياسه، وكمان كمان الحرب هي مساله موت او حياه، يعني كلهم هول بيلعبوها باستخفاف. وحالي كلمتين بعد انه انا اكيد منها، انه اللي بيعرفوا بهالموضوع مش موجودين بالسلطه، واللي ما بيعرفوا بالموضوع موجودين بالسلطه. نعم. وما في لقاء بيناتهم. يعني ما في نعم. بس هيك. طيب.